أول فقراتنا كده النهاردة هتبقى عن العافية، وعرفنا إن أكتر حاجة بتأثر على حياتنا إحنا عايشين إزاي، شكل يومنا الطبيعي، بننام قد إيه، عدد ساعات النوم، جودة النوم. كمان من الحاجات اللي دايما بتأثر علينا التوتر، هل بنصحى من النوم بنجري ورا نفسنا متوترة علشان بتعملي حاجة بضغط، مفيش وقت، تشربي قهوة كتير قوي علشان تركزي وبرضه مش بتعرفي تركزي، وكل ده على فكرة بيزود من التوتر. وفي النص بننسى ناخد بالنا من الأكل ومن العلاقات اللي حوالينا، ونحس دايما إن إحنا مقصرين. كل دي حاجات مجهدة جدا بنحاول إن إحنا نهرب منها. وعارفة إن يومنا بقى سريع وإن مطلوب مننا نعمل حاجات كتير، بس على فكرة وعن تجربة شخصية، لو حاولتي تنظمي يومك وتحطي نفسك أولوية مع كل الأولويات دي، تنامي كويس، تصحي، تفطري صح، تشربي القهوة بتاعتك، كل ده هيساعدك إن يومك يبقى أهدى، وإن كل اللي أنت عايزة تعمليه فعلا هتعمليه في الآخر، ولكن وانتي اهدى وانتي منظمه وقتك وعارفه ان انتي تعرفي تعملي اللي تقدري عليه، واللي ما تقدريش بتعرفي تعملي له جدول لبكره وبعده. لو بس حاولنا نستغل كل وقت عندنا ونعمل فيه عادات صحيه جديده، صدقوني هتاثر على حياتنا وصحتنا كلها. ودلوقتي اللي جنبه ورقه وقلم تمام، واللي مش جنبه بعد الحلقه اجيبها وتعالوا نبدا مع بعض، هنعمل تمرين كده صغير. عايزاكوا تجيبوا ورقه وقلم ترسموا فيه دايره وتقسموها 6 اقسام، وهنكتب فيها زي ما هوريكم دلوقتي أكل صحي في خانة من الستة، والخانة اللي بعدها جودة النوم، وبعد كده الاسترس أو التوتر، وبعد كده الرياضة أو التمرين اللي بنعمله، وكمان علاقاتنا بالناس اللي حوالينا أو السوشيال كونكشنز، وآخر خانة هنكتب فيها مشروب أو عادة، حاجة إحنا على طول بنعملها ونفسنا نبطلها. أنا عايزة أوريكم زي اللي معايا كده دلوقتي، شوفوا الدايرة فيها 6 خانات، في الاسترس، وكمان الفيزيكال اكتيفيتي اللي هي الرياضه او التمرين، وكمان النيوتريشن التغذيه، وهنا الافويد سابستنس او الحاجه زي ما بقول لكم التدخين، القهوه اللي احنا عايزين نحاول نقللها شويه، والكونكشن، وكمان اخر حاجه السليب. انا عايزاكم تقسموها كده زي ما هي متقسمه، وهقول لكم هنعمل ايه مع بعض عشان ده اكسرسايز او تمرين حلو قوي قوي قوي، وهيخلينا ازاي نعرف ان احنا نقيم شكل حياتنا. وزي ما هي كمان دلوقتي معاكم على السكرين عشان لو حابين تاخدوها صورة أو حاجة، عشان عايزين من دلوقتي فعلا نبدأ بنفسنا نشوف احنا ايه أصلا المشكلة اللي بتواجهنا في حياتنا ونبدأ نعدلها. وزي ما وعدتكم هخليكم انتوا بنفسكم اللي تعرفوا ايه المشكلة اللي معطلاني غير ان انا ابقى عندي هيلثي لايف ستايل. تمام، دلوقتي انتوا قسمتوا الدايرة دي 6 خانات، هتدوا لنفسكم فيها 1 من 10 على أساس ايه بقى؟ على أساس الخانة دي عاملة معاكوا ايه؟ يعني 1 من 1 ل10 انا بعمل ايه في التغذية مثلا؟ هل التغذية بتاعتي كويسة؟ مدى رضاكوا او مدى اللي انتوا بتنفذوه في الخانة دي؟ فمثلا عايزة ان انا اسهلها عليكم، نقول زي على انجي. انجي مثلا لو هتدي لنفسها حاجة في اول مثلا خانة النوم، هدي لنفسي فيه 6. ليه هدي لنفسي فيه 6؟ انا اوقات بنام كويس، بنام يعني ايه كويس؟ يعني بنام من 7 ل9 ساعات، طبعا مش بيجوا التسعة بس بننام الـ7 ساعات، واوقات تانية بسبب المذاكرة او الشغل غصب عني ما بعرفش انام كويس، فهدي لنفسي فيها 6. ولو جيت للخانة بتاعت الرياضة هدي لنفسي فيها 8، لان انا دلوقتي إن الحمد لله عاملة مجهود ان انا اكون بواظب على التمرين بتاعي، وشايفة ان انا بأدي فيه كويس في الفترة دي. وحلو قوي ان انا اقول لكم في الفتره دي علشان تقيموا نفسكم في خلال الفتره اللي احنا فيها، الـ3 شهور مثلا دول، ما تقيموش نفسكم في وقت مثلا بقالي سنه او بقالي سنتين. خدوا بالكم التمرين ده احنا هنعمله من وقت للتاني علشان نشوف احنا بنشتغل على ايه وايه تصلح، ومحتاجين تاني ان احنا ناخد بالنا من نقط ايه تاني في حياتنا نشتغل عليه. فزي ما انا بحاول اسهل لكم مثلا كده، انا انجي اديت لنفسي 6 في النوم و8 في الرياضه. نخرج بقى بعيد عن الدايره، لو حد مثلا جه دلوقتي يسالني انجي هو انت محتاجه تظبطي ايه في حياتك؟ هقول له انا محتاجه اظبط الرياضه. ليه هقول كده من غير الاكسرسايز ده؟ عشان انا متخيله ان انا دلوقتي دي الحاجه اللي انا بعمل فيها مجهود، دي الحاجه اللي انا بحاول افكر نفسي بيها، بحاول ان زحمه اليوم ما تاخدنيش من ان انا ما انزلش التمرين بتاعي. لكن لما عملت الاكسرسايز ده، واكيد كلكم هيحصل لكم زي ما حصل لي، لاحظت ان انا بالعكس، انا النوم هو اللي اخد رقم قليل، النوم هو اللي انا كنت محتاجه اشتغل عليه، والتمرين كان 8 هفضل اشتغل عليه لكن ما كانش موقع لي حاجه. بصوا الدايره دي او اللايف ستايل ويل حاجه عامله زي مجموعه تروس في بعض، كل ترس لازم يكون سليم علشان العجله دي كلها تلف وتدور صح وتدي في الاخر اللايف ستايل اللي انا عايزاه. لو اي ترس
حصل فيه مشكلة، مش بس هو اللي بيبوظ، ده بيبوظ لي الويل دي كلها. يعني زي ما انا كلمتكم كده بالظبط، انا دلوقتي خدت بالي لما عملت الاكسرسايز ده وحصل لي سيلف اويرنس او حصل لي وعي ان انجي مشكلتها مش في الرياضه زي ما هي متخيله. انجي طلع مشكلتها في النوم، هي اخده رقم 6، النوم عندها فيه مشكله. ولما ركزت لقيت انه فعلا لما مش بنام كويس ايه اللي بيحصل؟ بقوم عندي فعلا توتر لان الكورتيزول نسبته بتعلى، بحس ان انا مجهده كسلانه اروح التمرين، فبيأثر كل ده على باقي البيلرز او على باقي الاعمده اللي موجوده هنا في الدايره دي. فكان مهم جدا ان انا اعرف ان انا من اهم الاسباب اللي تخليني اواظب على الرياضه اللي هي هدفي الاولي هو اني اظبط نومي. وعارفه ان كل ديفا فيكو دلوقتي لما هتعمل الاكسرسايز ده هتكتشف وهيحصل لها السيلف اويرنس اللي انا حسيت بيها ان في مشكله تانيه غير اللي هي كانت متخيلاها هي اللي مأثره. اشرحها لكم كده بسرعه. في حد ممكن يكون عنده ستريس وبعدين فجاه يدخل في ايموشنال ايتنج ووزنه يزيد، فهو متخيل ان مشكلته في الوزن الزياده، لكن هي مشكلته الاساسيه كانت في الاستريس. وحد تاني مشكلته ان هو مثلا مش بينام كويس زي في المثال بتاع انجي، فبيبدا ان هو يحصل له مثلا جوع كتير بالليل فيبدا وزنه يزيد، فبرضه يجي الوزن الزياده بسبب قله النوم، وهكذا. اتمنى من كل قلبي ان انتوا تعملوها، وكمان تبعتوها لي على السوشيال ميديا عندي على انستجرام والفيسبوك بيج، وكمان تشوفوا الفيديوز دي لان دايما بتكلم عنها وبتكلم عن اهميتها، وتبعتوا لي اللايف هيلث ويل تبعتوها لي وتقولوا لي اتفاجئتوا بايه زي ما انا كمان اتفاجئت. ويا رب دايما كده نحاول اقول لكم واسهل لكم الاهداف بتاعتكم وازاي توصلوا لها بادوات علميه عمليه فعلا تساعدكم.